السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والكفاء والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا وسنة نبينا، ما زلنا مع القرآن كلام الله الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه، كما قال عثمان: ومن أراد أن يختبر حبه لله جل وعلا فلينظر إلى كتابه، فإن أحبه فقد أحب كلامه، فقد أحبه، لأن كتاب الله صفة من صفات الله جل وعلا. بلغنا في سورة النساء إلى قول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والمعنى هنا: لا خير في كثير مما يجري بين الناس من كلام وجلسات وأخذ ورد وتجاذب أطراف الحديث من الكلام في الخفاء وما سرونه فيما بينهم من الحديث، إلا ما كان فيه المصلحة، سواء المصلحة الذاتية أو المصلحة المتعدية. والأصل في الكلام هنا في الآية على المصالح المتعدية. أكثر كلام الناس حتى لو في المباح إن أكثر منه فإنه يتندم يوم القيامة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما من أحد يأتي يوم القيامة إلا ويندم، حتى أهل الجنة فيما فوتوا من الدرجات، فإن بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. فلا خير إلا في الكلام الذي فيه مصلحة وفيه نفع وفيه خير، سواء النفع الذاتي أو النفع المتعدي. فالمسألة دائرة على النفع والانشغال بما يرضي الله جل في علاه. ولذلك تراه قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. والصدقة من أفضل الطاعات، الصدقة من أفضل الطاعات، الصدقة على المحتاج وجهد المخل من أفضل القربات، فالصدقة من أفضل الطاعات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس لما سأله رجل أعطاه جبلا في واديا بين جبلين من الغنم، حتى صرخ الرجل في أهله وقال: أسلموا، إن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفقر، عليكم السلام. كاتب: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي رواية حسنها بعض المتأخرين: داو مرضاكم بالصدقات. وقال ثلاثة: أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف. والأمر معروف هنا عن المنكر أصل الأصول وذروة سنام الإسلام، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على قوام هذا الباب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ما ليس من وراء ذلك من الأمان حبة خردل. وأعظم المعروف توحيد الله جل وعلا، أن تأمر الناس بالتوحيد وأن تعلمهم التوحيد وما فيه من الشرك. وأعظم المنكر على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله على سلامتك، كيف أنتم؟ رضي الله عنكم. السلام عليكم السلام وبركاته. فقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركت وشرك، عليكم السلام وبركاته. إبراهيم رضي الله عنك وأحسن الله عليك: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا من أعظم النفع المتعدي، من أعظم النفع هو مصالحة المتخاصمين. هذه من أعظم ما يمكن أن يقدمه المرء طاعة لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع وحسم كل مادة فرقة وأمر بكل مادة وصل. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب فلان، قال: أعلمته بذلك؟ قال: لا. قال: أعلمه، فهو أحرى يعني تقوية أواصل المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك قال: أو إصلاح بين الناس، ولأن فساد ذات البين هي الحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا كل مادة تؤدي إلى النزاع، قال: من رأيتموه يتعذب عز الجاهلية فأعدوه بهنا به ولا تكنوا، لأنه يفسد. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لذلك حتى في البيوع قال: لا يبع أحدكم عن أبي أخيه، لأنها مادة نزاع. قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، لأنها مادة نزاع. فالهدف الرئيس إصلاح ذات البين والوحدة دون الفرقة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطوعا ولا تختلفا،
قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبين لهم اذا وقع الخلاف كيف فض النزاع ما اختلفت فيه مشان فحكمه الى الله، يعني الى كتابه والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقه تقتل. قال: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يعني من فعل ذلك اخلاصا لوجه الله الكريم فالفوز كل الفوز والرضا كل الرضا. فهنا دلالة واضحة جدا على أنه لما كان النفع متعديا وإن لم تسبق النية فإن الأجر يكون ثابتا، وإذا انتوى به ابتغاء وجه الله جل وعلا كان أضعافا مضاعفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم في كل كبد رطب أجر. وقال: ما غرس مسلم غرسا فأكل منه إنس أو طير إلا كان له عند الله في ذلك الأجر. قال: ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ما يفعل ذلك من وجوه البر والمعروف والإصلاح بين الناس وغير ذلك بابتغاء وجه الله الذي فعله فله الثواب الجزيل أضعافا مضاعفة، ونهايته إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أي ما يخالف الرسول ويعاند عليكم السلام وبركاته ويجحد فيما جاء به عن الله جل وعلا من بعد ما ظهر له الحق من المعجزات الواضحات الباهرات، نعم، ويسلك طريق المؤمنين ويترك الإجماع خلفه ظهريا ولا ينتهج نهج هؤلاء السابقين الأولين الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات ويرى أنه يتقدم عليه، فهذا الذي استحق النار واستحق أن يصلاها، نعم، وساءت له مصيرا. قال الله تعالى: ومن يشاق الرسول ويتبع غير من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فعلم من سبيل المؤمنين هم سبيل الأولين من الصحابة الكرام، وسبيلهم أنهم يتبعون النبي في كل صغير وكبير وفي كل دقيق وجليل، وإياكم أحسن الله عليكم. هذا هو سبيل المؤمنين، يلتمسون السنن يعملون بها يتعبدون بها وينشرونها بين الناس. أما الذي يشقق ويؤدي إلى الفرقة بل ويبارك في الفرقة هذا مآله إلى النار، فليخرج منها إن استطاع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا إعلام من الله جل وعلا بأن أعظم الذنب وأقبحه وأسوأه هو الشرك بالله جل وعلا، لذلك لا يغفره الله جل وعلا. كل ذنب مهما علا ومهما تعاظم فهو إلى المغفرة، وإلى المغفرة أقرب لعموم قول الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، ولأن الله كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. أما الشرك فهو أعظم ما يكون ضررا على نفسه وعلى الأمة، فهو أظلم الظلم وأقبح الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن الله لا يغفر ويشرك به أعظم الذنب وأقبحه وأفحشه، أن تجعل الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات أن تجعل له أندادا ولا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير، نعم، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وقد قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال الله تعالى سبحانه وجل في علاه: قل لو كان معه آلهة إذن لابتغوا إلى كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، لابد أن يقال. قال الله تعالى: وما أرسلنا رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق وأعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وخيرهم إلي صاعد وشرهم إلي صاعد، أتحبوا إليهم بالنعيم وأتبغضون إليه بالمعاصي وأهلك لهم على فرشهم. فكل مشرك قد أودى بنفسه إلى الردى خالدا مخلدا في نار جهنم. لذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بعد جدا عن طريق النجاة، بل هو في طريق يكون فيه طريق الهلاك. كيف ينقذه الله جل في علاه وقد أساء إساءة عليه؟ كيف وقد ضل وقد جعل الله أندادا بما لم ينزل الله به سلطانا؟ لذلك قال الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، وهذا الضلال لا مرجع له إلا التوحيد، ولا نجاة فيه إلا التوحيد. ولو بقي المرء على ذلك ومات مات إلى 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 عذاب أليم، إلى عقاب وخيم، إلى تقريع وتوبيخ واستهانة وذلة وحقارة وشدة عذاب، ولا يستطيع أن يحتمل المرء. اللهم نجينا رب العالمين، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن هنا فيها بمعنى ما، يعني ما يدعون، ما يعبد هؤلاء من دون الله جل وعلا إلا أوثانا سموها بأسماء الإناث كاللات والعزى ومنات، واشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله جل وعلا إمعانا في الكفر والكبر. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهم في حقيقة أمرهم على التمرد والطغيان والعتو والفجور والكفر والكبر، ما يعبدون إلا الشيطان، قائد في ذلك إبليس. هذا مطردهم رحمة الله جل وعلا، وجرهم إلى اللعن والطرد، لأنهم إذا أشركوا قد أتوا بأعظم العظائم وأكبر الكبائر، والله جل وعلا يهدهد الجبال وتخر السماء من أجل توحيده، من أجل توحيده. قال تعالى يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله، مرعون، مطرود من رحمة الله جل وعلا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي طرد الله جل وعلا وأبعده. والشيطان من شطن، يعني بعد جدا، يعني وقال عزتك وجلالك لأجعلن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهم عددا كبيرا مقدرا أغويهم وأضلهم عن عبادتك. وهؤلاء نصيبه من النار. يقول الله جل وعلا لآدم يا آدم بعث النار من ذريته، فقال يا ربي لبيك وسعدت، في رواية قال لبيك وسعديك، يا ربي وما بعث النار، قال يعني ما عدده؟ فقال له من كل 1999 999 هؤلاء للنار، طليعة النار، إذا ارتدفت قلوب الصحابة واهتزت أركانهم وذهبوا يأونا ينظرون أين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا العدد؟ فإننا هلك. فالنبي قال أبشروا أمروا الخير. نحن في الأمم السابقة كالشعرة البيضاء في علامة الثور الأسود. قال ولا أدلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأعام. هذا كله من تتمة كلام إبليس اللعين، وأنه قد أخذ على نفس العهد في هذا الباب ولا يتوقف، أي سوف أضلهم وأصرفهم عن طاعتك وأجعلهم يعصون أمرك وأخذهم بالأمان الكاذبة وطول العمر. في قول لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام، بأنه الأنعام طبعا بهيمة الأنعام البقر والغنم أجلكم الله والإبل، فالمراد بها البحيرة التي اخترعوها، البحيرة والسائبة والوصيلة، وكانت في الجاهلية يحرمونها على أنفسهم، يعني يحرمونها على أنفسهم وأنذرونها للأوثان والأصنام، جعلوا البحيرة والوصيلة والحام للأصنام. فألي خيرا، ليس أحد يطرد من رحمة الله بحال من الأحوال، تفألي كل الخير، ليس أحد يطرد من رحمة الله جل في علاه. ففي قولي هنا شوفوا انظروا هنا العتو، لأنه قبل ذلك قد أساء الأدب مع الله جل في علاه وتسخط على القدر حين أمره بالسجود إلى آدم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. لذا تراه قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني أمرهم بتغيير خلق الله جل وعلا اعتراضا على حكمة الله، اعتراضا على خلق الله، وخلق الله كله كمال لأنه من فعل الله جل وعلا، كخصاء العبد والتخنث وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء والوشم والوش، وأن تحد المرأة أسنانها يعني ترققا للزينة والإغراء، نفس الأمر التغيير بالتجميل في هذا الباب بالنمص وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النمص المتنمص والواصلة المستوصلة والواشمة المستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات
خلق الله، هذا أمره إبليس بتغيير خلق الله. وتراهم أيضا يستخدمون الصبغ في غير مواضعه، ويستعملون الزينة بشره في هذا الباب، وفيها تغيير لخلق الله الذي فعله. وكل مادة فيها تغيير خلق الله فلا يجوز فعلها، ولا يجوز اقتناء مادتها، ولا يجوز العمل بها. وقد قال الإنسان أيضا لعن الله المتشابهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشابهات من النساء بالرجال. وقد لعن الله جل في علاه المرأة الرجلة، وأيضا الرجل المخنث ملعون، والرجل المخنث ملعون، وهذا من تلاعب الشيطان بهم، وهذا تحقيق لقوله بعدما أقسم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال الله تعالى ردا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أي من يطع الشيطان ويتبعه على وسوسته بتغيير خلق الله سبحانه جل في علاه، ويكون وليا له ويعصي الرحمن، قد خسر خسرانا مبينا، وقد عظمت خسارته لمصيره إلى النار، عظمت خسارته لمصيره إلى النار المؤبدة، خسران فوق الخسران. وبين الله جل في علاه تحذيرا للأمة، تحذيرا لكل مكلف من مكائده ومن خطواته ومن تلاعبه. ولذلك قال الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فقال الله تعالى: يعدهم، شوف مكائد الشيطان إيش اللي بيحدث، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة، ويمنيهم بالأمان الخادعة، وما يعدهم الشيطان إلا خداعا باطلا، حتى أدخل الإنسان اللذة في يعني في 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 ما حرم الله جل في علاه. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يمنيهم بالأمان الخادعة الكاذبة، ويكذب عليهم، ويجعله يدخل في ما لا طائل تحته، ويجعله يهجم على المحرمات، ويحسب أنه يحسن صنعا، وبهذا يكون استدرج الله جل في علاه ومكن الشيطان منه، لأنه زاغ بقلبه أولا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هؤلاء الأشقياء الذين تلاعب بهم الشيطان، والذين اتبعوه وسمعوا له وأطاعوا، فصاروا من أوليائه، مصيرهم ومآلهم إلى نار الجحيم، وليس لهم منها مفر ولا مهرب ولا محيص. لا يجدون صديقا حميما ولا يجدون صديقا حميما، ولا يجدون شفيعا، ولا يجدون معينا ومعضدا، بل هم في نار تلظى صباح مساء ليل نهار، وهم يعذبون في نار جهنم، ويقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، تقريعا وتوبيخا، وإن تمنى الخروج لا يخرج. قال: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مهربا ولا صديقا ولا شفيعا ولا عضدا ولا نصيرا، بل نار تلظى، بل هم أتباع الشيطان في الدرك الأسفل من النار. غيروا خلق الله، كذبوا على الله، جعلوا الأنداد لله جل في علاه، جعلوا النظراء لله جل في علاه، وقد أعظموا الفرية وأعظموا الذنب وأفحشوا ما فعلوا، لذلك ليس لهم عند الله من شيء. والذين أمنوا، شوف هنا القرآن مثاني، إذا جاء بالتعساء والأشقياء والذين تجرأوا على الله جل في علاه وتجرأوا على شرعه، يأتي بالذين ينقادون لله جل في علاه وهم أهل الإيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا تجد إيمانا بغير عمل صالح. من صدق الإيمان لابد له من العمل الصالح، لابد له من العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وأما هؤلاء المؤمنون الصادقون الخلص من المؤمنين الذي جمعوا بين الإيمان علما وعملا والعمل الصالح، فهؤلاء الذين يعملون العمل الصالح من الذين آمنوا بوعد الله جل في علاه، قال الله تعالى: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. فهذه دلالة على أنهم لما أطاعوا الله، ولما وحدوا حق التوحيد، وعرضوا الشيطان، ولم يتبعوا خطواته، فإنهم في خير وعلى خير وإلى خير، في خير وعلى خير وإلى خير، يذهبون إلى ربهم في كرامة وسعادة وسرور، ويدخلون الجنة مالكين، ويدخلون الجنة مستمتعين خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا. قال: ومن أصدق من الله قيلا. والمعنى هنا ليس أحد أصدق من الله، يعني هذا معنى الاستفهام هنا، ومن أصدق من الله قيلا، استفهام معنى النفي،
أي لا أحد أصدق حديثا وقولا من رب العزة والجلال. المقصود من الآية معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لأتباعه ونظرائه وأنصاره، نعم، فهذه كلها وعود كاذبة وكلها كلمات تقلب الأمر رأسا على عقب، تجعل إنسان على كفر لا على الإسلام. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أي ليس الفوز بالجنة ولا نجم ثواب الله جل وعلا الذي أعده المتقين يحصل بالأماني، لا، ولا وليس بين الله بين عباده نسب، ليس بين الله بين عباده نسب، ووجب الجد والاجتهاد ووجب التعبد لرب الأرض والسماء، وأن يكون صادقا بأن يتبع الطيب الطيبات بالطيبات والصالحات بالصالحات والحسنات بالحسنات، ويظهر صدقه عند الشدة وعند التعب وعند الاجتهاد أو الإجهاد، يقوم لله جل في علاه في الخلوات فيستغفر فيناجي فيدعو فيصلي. فالمسألة ليست بالأمان، قام سليمان وقال أو قام داود فقال ربي كل سليمان كما كنت لي، فقال الله تعالى أوحى إلى داود قال اجعل سليمان لي كما كنت لي. ماذا تستفيدون هنا من الآية في قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به؟ فأهل الكتاب لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله جل في علاه فقال فلما يعذبكم بذنوبكم، وهم قالوا أصلاة أنهم أهل الجنة وأنهم لا يدخلوا النار، وهم قال يدخلوا النار قليلا ثم يعود أهل الجنة، لا ليست لأحد. فيقول الله جل في علاه كل هذا أماني، والأماني لا تنفع عند الله جل في علاه. اضربوا لي مثلا في هذا الباب، فهناك حديث والحديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح جدا، فما هو الحديث الذي يواكب هذا؟ ما هو هذا الحديث؟ نعم، قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله تعالى مكذبا إياهم فلما يعذبكم بذنوبكم. وأيضا قام داود فقال ربي كل سليمان كما كنت لي، أوحى الله إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي فأكون له كما كنت لك. والحق أنه هناك حديث وأن كان الإسناد في بعض الضعف لكن المعنى صحيح جدا في هذا الباب، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وتمنى على الله الأماني. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. لذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فيهم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم سلني من مالي ما شئت ما أغني عنك من الله شيئا، وقال لعمتي صفية صفية عمتي النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله فلم يسرع به نسبه. لذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ومن يعمل سوءا يجزى به، أي من يفعل السوء والشر ويضمره ويطبقه يجزى به، ينال عقابه عاجلا أو أجلا، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأيضا لا يترك من أساء العمل، فإن الله له بالمرصاد يمهله، نعم يمهله حكمة منه سبحانه جل وعلا، حكمة رحمة، ثم ذلك إذا أخذه لم يفلت. فليخشى على نفسه كل من عاون الشيطان وعاد أولياء الرحمن، فإنه في محط نظر الله جل وعلا يتربص به، وسيوقع الله عليه العقاب الأليم والعذاب الشديد. قال ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، هنا قيد يعني وصف مقيد يعني كل أعمال الخير إن أتى بها الكافر فلا تقبل، لا تقبل لأنه لم يؤمن. قال الله تعالى من يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، شريطة أن يكون مؤمنا
ولذلك عائشه رضي الله عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل الخير، قال لا شيء له في الاخره، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو في النار، هو في النار. واما اهل الكفران اذا اتوا بالصالحات فان الله يعجل لهم الطيبات في الدنيا حتى لا يسالون عن حسنه في الاخره. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن شهيدة الايمان. فاولئك، شوف بعد المكانه ورفعه المنزله، فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا. قال يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. فهؤلاء المؤمنون العاملون الصادقون المخلصون يدخلهم الله الجنه، لا 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 ينقصهم شيئا، بل لا يبغون عنها حولا فيهم الحياه الأبدية السرمدية، فيها من السعادة والسرور والحور والحبور والأنهار تجري من تحتهم، كلما أرادوا شيئا وجدوه، كلما اشتهوا شيئا أتوه. قال الله تعالى لهم فيها ما 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 ما, ما يشتهون. وأيضا قد قال الله تعالى عنهم في الجنة لا يبغون عنها حولا. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهذه أيضا فيها ما فيها من الفضل في بيان هذه المسألة العظيمة، هي مسألة أي ليس أحد أحسن دينا من هذا الذي استسلم وانقاد دائما لرب الله. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، حالة كوني محسنا واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليس أحد أحسن دينا ممن انقاد لله جل وعلا وسلم أمره لربه جل وعلا، فاتبع وانقاد وسمع وأطاع وآمن بالقدر وبغيره، فاستسلم لحكمه وانقاد لقدره وأطاع، وهو في كل ذلك يخلص لله جل وعلا، أخلص وجهة عمله لله جل وعلا، وكان مخلصا ينظر إلى وجه الله جل وعلا، وهو محسن أي مطيع مجتنب المحارم، وقد اتبع الدين الحق الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. فهو كما وصفه هو محسن، يعني يسارع في الخيرات والطيبات والصالحات وسعة العطاء، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، فاتبع ملة إبراهيم حنيفة وإبراهيم عليه السلام، كما قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. هو سماكم مسلمين من قبل، شوف قال حنيفا، وإبراهيم له المكانة العظمى عند ربنا للفعلاء، فإن الله اصطفاه على الجميع وجعله خليفة وجعله خليلا للرحمن، وهو أبو الأنبياء. حنيفا، شوف هنا حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وهو الذي قام براءه التوحيد بأسرها، كما قال الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولما كان إبراهيم قد حقق الكلمات التي أمر الله بها، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا فجعله صافيا له، جاء اصطفاه لصدقه فجعله صفيا له، فجعله خليلا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كنت متخذا من البشر أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. فإبراهيم له الخلة ومحمد له الخلة، وهذه صفاء الحب، والقلب لا يمتلئ الا بحب الله جل وعلا. هذا كان من ابراهيم عليه السلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا، اي جميع ما في الكون ملك لله جل وعلا، فالكون كونه والعبيد عبيده والخلق خلقه، وهو على كل شيء قدير، من الملائكه والانس والجن والطير والاسماء والحيتان في البحار، كل المخلوقات تحت تصرف الله جل وعلا، والكون كله بمرمه الشاسعة في يد أحدكم كحبة خردل في يد ربكم كحبة خردل في يد أحدكم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن سبب ذلك أن الله جل وعلا يبين أن من أسلم وجهه لله جل وعلا وكان محسنا يكفيه الله مؤونة الدنيا والآخرة، ما دام قد سعى سعيا حديثا لتحقيق ما أراده الله جل وعلا في عباده. قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هذا الاستفتاء على اليتامى كيف يكون حالهم. يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم حكمه فيهن
وفي أمر ميراثهن وأمر الزواج بهن، وأيضا يبين لكم ما يطلب في القرآن في شأن اليتيمة من النساء اللواتي ترغبهن في نكاحهن. قال ابن عباس كان في الجاهلية تكون عنده اليتيمة أي تحت كفالته فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. ويستفتونك في النساء فإن كانت جميلة وأحبها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت ذميمة منعها من الرجال أبدا حتى تموت فيرث مالها. ففي الحالتين هو ينظر فيها، يستفتونك في النساء يعني في اليتيمات، فإن كن جميلات تزوجهن رجل ليأخذ أيضا ويحصل المال ويحصل الجمال، فإن كن ذميمات أو دميمات فإنه يرجئها ويحبسها عن الرجال ولا يقبل أحدا يتقدم لا من أجل أن يرث مالها فتموت ويرث مالها. وهذا جهل مركب، وهذه قسوة، وهذا أيضا سوء خلق. قال الله تعالى واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع لكم في الكتاب في يتامى الأيتام في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في أن تنكحوهن. لذلك تولى الإفتاء الله، وهذا كثير من الأسئلة يسألونك عن الخمر والميسر والفيما اسم كبير، فيسألونك الله تعالى يقول قل يا محمد ويجيبه قل يا محمد ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. لم تجعل لها صداقة لأنها في حجرك، وأردت أن تضم مالها إلى مالك، وكانت جميلة فأردت تتزوج منها مصلحة، وإن كانت ذميمة لم تفعل ذلك. قال وترغبون أن تنكحون، قال والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فحرم الله ذلك ونهى عنه، وأن يتزوج اليتيمة من أجل مالها وأن يأخذ هذا المال ويضمه لماله. قال والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، أي ويفتيكم، أنتم تستفتون والله سيفتيكم، يتولى الفتية لكم ربكم جل في علا فيعلمكم ما جهلتم، وعليكم أن تسارعوا في تطبيق أحكامه. وهذا من تمام باب الرضا بالله جل في علا، أن يرضى عنه مقدرا وأن يرضى عنه مشرعا. نعم. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان من الأولاد الصغار، يأمركم أن تعطوهم حقوقهم من الميراث وأن تعدلوا بين اليتامى في أمر المهر والزواج. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، أي ويفتيكم في المستضعفين من الصغار ويأمركم أن تعطوهم حقوقهم من الميراث وأن تعدلوا بين اليتامى، لا تجعلوا مظلمة فتأتي عليهم الدواهي على رؤوسهم في هذا الباب وجرح قلوبهم ولا يعرفوا كيف أين يذهبون. نعم. ولا أن تعدلوا بين اليتامى في أمر المهر والزواج وكل ما تفعلونه من أمر النساء من عدل وبر من تحقيق قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وأيضا الإحسان بحسن الخلق فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء. قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، أي أنكم مهما تقدمتم من خير وفعلتم من إحسان بأن بررتم وأحسنتم ودفعتم لها مهرا بل مضاعفا وما تزوجتمهن إلا لإكرامهن فأنتم في خير كثير. قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، قلنا إذا ختم الآية بأن الله كان به عليما يكون فيه بشارة ويكون فيه نذارة، إذا كان السياق على المؤمنين الخلص والصادقين الذين تعبدون الله جل وعلا، فإن ختم الله الآية معهم في قوله فإن الله كان به عليما معنى ذلك أنه يعلم ما أنتم فيه من طاعة من صالح من إحسان ويجازيكم على الإحسان إحسانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى للكتبة قال فقال من إن هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، إن هم بعمل يعني عمل صالح فاكتبوها له حسنة، وإن هم بحسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فإن هم ولم يفعل فاكتبوها له حسنة. لذلك قال فإن الله كان به عليما، فاعلموا أن أعمالكم يعلمها الله جل في علاه، وما دام يعلمها الله جل في علاه سيضاعفها لكم، كما قال الله تعالى أقبل الصادق بيميني فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه
فإن الله كان به عليما والله قد أحاط بكل شيء علما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وإن امرأة خافت من بعلها, إذا شعرت المرأة من زوجها الترف عليه والكبر والغطرسة وشيء من النشوز والإعراض عنها بسبب الكراهية, إما لكبر سن أو إما لعدم جمال أو لسوء خلق أو لحسن لعدم وفاق في الشخصية وأراد طلاقها, فلا إثم ولا حرج عليهما من سلوك طريق المصالحة بينهما بإسقاط المرأة بعد حقوقها من نفقة وكسوة أو مبيت لتستعطف الرجل وتستديم مودته. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها, وهذه دلالة واضحة جدا على صحيح ما قلناه بأن زواج المسيار صحيح, ليس بعد زواج المسيار من هذا, ليس بعده يعني فهم في هذا الباب. فهنا زواج المسيار هي امرأة تزوجت بالولي والشهود والزواج زواج حق صحيح. طيب وبعدين نقول لكن المسألة الناظر فيها يقول أنها أسقطت بعد حقها من المبيت والنفق. هنا المرأة خافت من عليها نشوزا أن يطلقها, أن يتعالى عليها, أن يتغطرس عليها, أن يغير في التعامل معها, لها أن تسقط بعض حقوقها. تقول كبر سني وليس لي مأرب في الرجال فلا تأتيني إلا سعة. تقول أنا امرأة غنية لا أكلفك شيئا وأنا رهن إشارتك فتزوجني فقط. فهذا أيضا يعني في هذا الباب هو نازم تحت هذه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وذلك العلماء كيفوا فعل ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مصالحة, فعل سودة ليست ميمونة. فعل سودة عندما قالت له يا رسول الله كبر سني وليس لي أرب في الرجال, ليلتي لعائشة لا تطلقني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة, فصالحها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ولذلك قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها, هذا الرجل تكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة ولا يحبها زوجها, فتقول له لا تطلقني وأنت حل في شأني, يعني أنا أدفع لك. وكان يحدث ذلك من بنت عتبة بن ربيعة مع جعفر مع عقيل بن أبي طالب, وكان رضي الله عنه أرضاه يعني اشتد عليها, ولما اشتد عليها أسقطت عنه النفقة, أسقطت عنه النفقة والمبيت, لذلك أبقاها. ولذلك قال الله تعالى والصلح خير, والصلح خير. قال وأحضرت الأنفس الشح أي طبعت النفوس وجبلت على الشح وهو شدة البخ لا تكاد تنفك عنه. فالمرأة لا تكاد تسمح بترك حقها من النفقة والاستمتاع الجسدي, والرجل لا يكاد تكاد نفسه تسمح أن يعدل معها في القسمة أو أن يمسكها إذا أبغضها وأحب غيرها, فليس أمامهما طريق غير الصلح, وأن يتنازل كل واحد من الزوجين عن كامل حقه. والجملتان معترضتان. والصلح خير أي الترغيب فيه خير, فعليكم أن ترجعوا إلى أهل الخير منكم وأهل الديانة والعقل فيصلح بينكم للترغيب في المصالحة. والثاني وأحضرت الأنفس الشح لبيان السبب الداعي إلى الشقاق والنزاع وتمهيد لذكر الخلاف. روى الشافعي عن ابن مسيب أن رافع بن خديج كره من امرأتي أمرا أن يطلق, فأراد أن يطلقها فقالت له لا تطلق, رافع بن خديج قالت لا تطلقني واقسم ما بدا لك, فاصطلح فجلت السنة ونزل القرآن وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا في العشرة, وهو تطبيق قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم, وقال استحللتم فروجهن بكلمة الله, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت, أن تطعم من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وإن تحسنوا في عشرة النساء بالإحسان إليهن لفظا وقولا وجماعا وطعاما وشرابا ومأوى, نعم, ولو كرهتمهن وأحببتم غيرهن لكن أحسنتم إليهن ومددتم يد العون بينكن واتقيتم الله صبرا على ذلك. القلب لا يملكه إلا الله جل في علاه, لكن أديت الحق على تمامه وإحسانه وبره
مراعاة لحقوق الصحبة ولم تضطرهن إلى ترك حقوقهن، فإن الله عالم بإحسانكم وسيجازيكم على ذلك أفضل جزاء. ثم بين الله تعالى أن العدل التام الكامل بالغ من الصعوبة مبلغا لا يكاد يطاق، وأن الله تعالى لا يؤاخذ على ميل القلب وإنما يؤاخذ على الظلم والجور. فقال سبحانه: لن تستطيعوا أن تعدلوا ولو كان ذا قربى، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمعنى هنا لن تستطيع أن تعدلوا، ما يتمسك النساء ويتندر بهذه الآية جهلا منهن بأنه الإنسان الآن إذا أراد أن يعدد فهناك آية تمنعه لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة بشق الميل لأنه لا يعدل، والأصل أنه لا بد من العدل. هو في قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني بالميل القلبي. لن تعدل لأن القلب لا يملكه إلا الله جل وعلا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال: اللهم هذا قسمي فيما تملك ولا أملك، هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، هذا قسمي فيما أملك، المبيت النفقة، هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك. فميل القلب لا يؤخذ عليه المرء إن أدى ما عليه إحسانا وتوفيقا وأنسا ولطفا وطعاما وشرابا، وإن كان أحب غيره حتى لو كان امرأة أجنبية لم يصل إليها ولم يتزوجها وأحبها وما زال في القلب، فإن هذا يعني لا يلام عليه المرء في هذا الباب، وعليه أن يحسن إلى زوجته وإن لم يكن يحبها. ولذلك أرضفها بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لن تستطيعوا أن تحققوا العدل التام بين النساء وتسووا بينهن في المحبة والأنس والمعاشرة، لأن العدل الكامل لا يقع ميل أبدا، وأن يكون المحبة سواء، وهذا بعيد جدا. قال: ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، ولو حرصتم العدل لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمعنى هنا إن كان القلب مال لا حساب عليك في ذلك، لكن أن تميل بالظاهر مع ميل القلب وتبخس حقوق الآخرين، هذا المحرم، هذا الذي تحاسب عليه، هذا المحرم وهذا الذي تحاسب عليه. فلا تجوروا ولا تميلوا عن المرغوب عنها كل الميل فتذروها كالمعلقة، كأنها ليست بزوج وهي تحتاج إلى زوجها، ولا مطلقة حتى تنظر في نفسها أتتزوج أم لا، فتكون بذلك قد ظلمت مرتين، ما أعطيتها حقها وما أحسنت إليها ولا تركتها أن ترى حظها. نعم، فلا هي مستقلة على الأرض ولا هي في السماء، وهذا من أبلغ وجود التشبيه وأفصحه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأخرج الترمذي، وقال الله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي تصلحوا سريرتكم وتتقوا ربكم وتفعلوا الخير كل الخير وتعدلوا بين نسائكم وتتمسكوا بالعدل وتحيدوا عن الجور وعن الظلم وعن التفريط، فإن الله يغفر ما كان تفريطا منكم ويرحمكم بل ويعزكم ويرفعكم ويجعلكم في مقدمة الناس. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي لم يحصل للزوجين وفاق وحصل بينهما شقاق، فالفراق هو الخلع لا طلاق. فالله جل وعلا قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فيتفرقان وكل منهم يستغني عن الآخر، فيرزق الله الرجل رزقا حسنا بزوجة صالحة وأخرى وعيش أهنى، وأيضا المرأة كذلك. قال الله تعالى: وكان الله واسعا حكيما، قال: وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل سبحانه وجل فعلا على عباده، حكيما في تدبيره ويضع الشيء في موضعه، فإنه قال بأنه ولو مال القلب لغيرها لا تحاسب عليه، لكنك وجب عليك إذا مال القلب ألا تميل الجوارح فتظلم، فعليك أن تؤدي في الظاهر لكل ذي حق حقه ولكل ذي فضل فضله، وإن كنت قد ملت قلبا فلا تظهره فلا تحاسب على ذلك، لأن النبي كان يدعو يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الميل العائشة بالقلب. الفوائد المستنبطة: كل عمل خير يتعدى خيره فإن الله يقبله وإن لم تكن معه نية. أعظم الذنب وأقبحه الشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. من أعظم الناس فسادا أعظمهم غواية واتباعا لخطوات الشيطان في تغيير خلق الرحمن.
ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بأمنيكم ولا أمني أهل الكتاب. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. تكفل الله بالفتوى لكل من سأل، تكفل الله بالفتوى لكل من سأل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.